اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ. ان شاء الله تكون حلقه حلوه ووصفاتها حلوه. زي ما اتفقنا اول رمضان احنا عايزين نعمل وصفات بسيطه مش مكلفه وفي الاخر بيبقى شكلها حلو، علشان رمضان فيه عزايم كتير وناس كتير بتزور بعضها، فنهتم قوي بالتقديم بالبرزنتيشن، ان الحاجه يبقى شكلها حلو مش بس طعمها حلو، وفي نفس الوقت ما نكلفهاش كتير. هبتدي اعمل بوله او فطيره باللحمه المفرومه، ممكن تبدلي لحمه المفرومه بشاورما بفراخ معصجه زي ما انت عايزه، بس هي في الاخر شكلها بيبقى حلو قوي وطعمها حلو جدا. هنقول المقادير مع بعض. الحشوه بتاعتي كوبايه لحمه معصجه، حبايه فلفل احمر مكعبات، بصلايه متقطعه خشن، 3 معالي او معلقتين كزبره خضراء، معلقه صلصه، وفصين ثوم، ونص كوبايه بسله بالجزر. يبقى الحشوه بتاعتي كوبايه لحمه معصجه زي ما مكتوبه قدامكم، حبايه فلفل احمر مكعبات، بصلايه متقطعه خشن، معلقتين كزبره خضراء، معلقه صلصه، فصين ثوم، ونص كوبايه بسله بالجزر. بسله بالجزر يعني مكانت مجمده وبطلعها. العجينه بتاعتي كوبايتين دقيق بيضايا، معلقه سكر، 3 معالق زيت، معلقه زبده، معلقه ونص صغيرين خميره فوريه، شويه ميه دافيه للعجن، وسمسم علشان ارشه على الوش. يبقى كوبايتين دقيق بيضايا، معلقه سكر، 3 معالق زيت، معلقه زبده، معلقه ونص صغيرين خميره فوريه، ميه دافنه للعجن، وسمسم علشان الوش. هنعمل ايه؟ هنيجي نحط اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، الدقيق بتاعي والسكر، خميره، هحط البيضايه، هبتدي اشغل عليها لغايه لما اجيب الزيت والملح. المقادير بسيطه بتاعتها بس في الاخر بيبقى شكلها حلو قوي. اخر حاجه طبعا هنحطها الميه. ادي الزيت ومعلقه الزبده. حاولي دايما ان انت تغلفي العجينه بالماده الدهنيه عشان تطلع معاكي هشه وطريه. بسم الله الرحمن الرحيم، بتحط الميه شويه شويه. طبعا لو انت ما عندكيش عجانه بتعجيني على الايد مفيش مشكله، لغايه ما العجينه تلم معاكي. ايه هتلاقيها لمت من كل جوانب. اه انا بس بشوفها محتاجه ميه ولا لا، لان لازم في الاخر هتجربي بايدي. هي ما شاء الله زي الفل. بصي بتلم كل الجوانب اللي على الإناء، بعد ما تلم كده بضربها 5 دقايق او بعجنها بايدي 5 دقايق عشان تبقى هشه ومنفوشه معاكي. العجينه دي هقسمها 2 وهعملها قرفين على قد الصينيه اللي انا هخبز فيها. هي اهم حاجه بس انها تتعمل كويس، تتضرب كويس عشان تبقى طريه معاكي. طبعا احنا بنسيبها تخمر الاول نص ساعة، وبعد كده اهو، وبعد كده بشتغل فيها اهي، بسيبها تخمر نص ساعة مش اكتر، وبعد كده اهو ببتدي افردها. هاجي هنا اعمل بقى الحشوة بتاعتي، شوية زيت. بسم الله. انا زي ما قلت لكم البسلة فروزن. ليه؟ لان الفريزر بيكسر الانسجه بتاعتها، سواء خضار او لحمه او فراخ، اي حاجه تتحط في الفريزر الانسجه بتاعتها بتتكسر، فيبقى سواها اسهل. يعني لو البسله دي مش فروزن يعني فريش، هتاخد معايا سوا كتير، ما ينفعش ان انا اشوحها وتستوي، مش هتستوي معايا. عشان كده دايما لما بتيجي تشوي فراخ مثلا، انا ما بحبش ان انت تبقي جايباها من الفرارجي وعلى طول تشويها، لا حطيها في الفريزر. الفريزر زي ما قلت لك هيكسر معاكي الانسجه بتاعتها. ادي الثوم مع البسله والجزر، فالفرخه هتلاقيها بتستوي بسرعه خلاص. لكن لما باجي اسلق الفرخه، حتى لو مش هشويها اسلقها مجرد سلق،
وهي لسه جايه من عند الراجل لسه مدبوحه، هتلاقي النسيله بتاعتها تشد، النسيله بتاعتها بتبقى طويله. اللحمه نفس الكلام، علشان كده الفريزر بيسهل لي عمليه الطهي. فيعني انت ممكن تجيبي الفراخ خصوصا لو هتشويها وهتعمليها في الفرن وعايزاها طريه، مش عايزه النسيله بتاعتها تبقى طويله وتشد معاكي، حطيها في الفريزر على الاقل 24 ساعه. دي البصل مع البسله والجزر، مجرد تشويحهم هتلاقيهم استووا معاكي زي الفل. الفلفل الاحمر، انا عايزه يبقى فيها الوان عشان على السفره يبقى شكلها حلو. وبعدين هجيب اخلطها مع اللحمه المعصره. ادي الخضار عندي، مش عايزاه يستوي اكتر من كده عشان يبقى محتفظ بلونه، لان انا لو حمرت اكتر من كده هيبتدي الخضار يغمق فمش هتلاقيه لونه فريش وزاهي. بسم الله الرحمن الرحيم، هخلطها مع اللحمه المفرومه. ممكن تعمليه زي ما قلت لك شاورما، مكانها ممكن تعملي فراخ مسلوقه ومتقطعه. هاجي الكزبره، معلقتين الكزبره، ممكن تحطي صلصه، ممكن تحطي كاتشب، ممكن تحطي باربيكيو صوص، اللي انت عايزاه، اللي بتحبي طعمه او اللي هتحسي ان طعمه هيبقى معاكي احسن هتحطيه، الصلصه او كاتشب او باربيكيو صوص. يعني لو ولادك بيحبوا الكاتشب طعم الكاتشب اوكي، لو بيحبوا طعم الباربيكيو صوص اوكي، الافضل ليكي في الطعم هو اللي هتحطيه. خلاص ادي كده الحشوه بتاعتي جهزت. هنيجي بقى احنا زي ما قلنا بنفرد العجينه، بنقطعها نصين وبنفردها دايرتين يا احمد على قد الصينيه. انا هعملها زي بوله. الصينية أنا دايما بحب إن أنا بطن الصواني في الخبز بورق زبدة، دايما بحب أحط ورقة زبدة علشان يبقى نزعها قليل سهل. أهي يا هشام ممكن تجيب لنا الصينية الأول؟ أهي بصي ورقة الزبدة، ورقة الزبدة أهي. ورقة الزبدة دي بتسهل لي إن الفطيرة ما تتحرقش أو الحاجة اللي أنا بخبزها ما تتحرقش وتطلع معايا بسهولة لما أجي أطلعها بعد كده. نقطة زيت بدم بيها الصينية واروح لازقة فيها ورقة الزبدة عشان ما تتحركش. خلاص هاجي هروح حاطة تحت وارفع سنة الحرف بتاعها علشان الزق الاتنين مع بعض بعد كده. اول واحدة اهي، التانية بقى انا عايزة افتحها. افتحها بايه؟ هجيب غطا، بصوا غطا كسرولة صغير أو غطا حلة صغير، وبسكينة هروح قصاها كده عشان أعمل دايرة. هعلم حتى وبعد كده اهي هشيل اللي في النص. انا مش هستعمل في النص، انا هستعمل اللي على الحرف، الحرف بتاعي هو ده اللي انا هستعمله. اوكي هاجي هحط الحشوه في النص، مش هفردها غير لما احط بقيه العجينه اهي النص، هخلي شويه صغيرين على جنب
وهاجي العجينه بتاعتي. بصي هلزق بس الحرف البراني عشان تبقى في الاخر زي البوله. الحرف البراني هو اللي هيتلزق. اعمل كده اهي كده اهو. بصوا انا هفردها بعد كده بس اللي هي الحشوه، بس الاول بحط. ليه بفردها بعد كده؟ علشان ما اجيبهاش على حرف العجينه. هو بشويه زيت هنطلع فاصل حالا، هخلصها بس حالا، اديني دقيقه واحده وهطلع فاصل كده اهو. وهاجي هرش سمسم وهاجي بصي هوصل الحشوه لاول العجينه الفوقانيه كده، وهدخلها فرن. انا محميه على 180 لغايه لما العجينه هتحسي ان هي قبت والحرف بتاعها اتحمر. ممكن احطها تحت الشوايه ثواني. ممكن تجيب لنا شكلها هشام بس قبل ما نطلع؟ اهي الحشوه بتفرديها لغايه اول العجينه. خلاص هدخلها الفرن وهطلع لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد. ده شكل البوله اللي عملناه، توريها لنا يا هشام. بتزوقيها بقى بطماطمايه او باي حاجه على رش، شكلها بيبقى حلو جدا. زي ما اتفقنا احنا عايزين يكون التقديم حلو مش عادي في الشهر الكريم ده، والامكانيات بسيطه. يعني احنا عاملينها بشويه لحمه مفرومه، ما خدتش يمكن حتى نص كوبايه لحمه مفرومه، اقل من نص كوبايه لحمه معصجه، ومقادير بسيطه. عملنا بيها فطيره شكلها حلو، طعمها حلو، وتقديمها حلو قوي. ممكن عايزه تزودي جبنه موتزاريلا اوكي، بس بتبقى زي البيتزا شويه، انا بحبها كده اهو من غير اي جبنه. وزي ما قلت لك ممكن الصلصه تحطي بدلها كاتشب او باربيكيو صوص زي ما انت عايزه. هعمل دلوقتي كبده فراخ بطريقه برده جديده، هعملها زي الشيش طاووق، اسياخ كبده الفراخ. المقادير بتاعتي ايه؟ المقادير بتاعتي نص كيلو كبده فراخ، هستعمل معاها 3 فصوص ثوم، معلقتين جنزبيل مبشور او معلقه جنزبيل باودر. ما عنديش الفريش، بحط نص كميه باودر، لان الباودر بيبقى مجفف فبيبقى ايه طعمه حاد اكتر من الفريش. فهستعمل يا اما معلقتين جنزبيل مبشور يا اما معلقه جنزبيل باودر. زيت زيتون، عصير ليمونتين، معلقه دبس رمان ودي اختياري، معلقه بهارات مشكله، ورشه شطه، وهستعمل مكعبات بصل وفلفل الوان علشان احطها في الاسياخ مع الكبده. يبقى انا هحط الكبده هنا وهقول المقادير وانا بشتغل. هستعمل نص كيلو كبده فراخ، كبده من غير قوانص، لان القوانص بيبقى صعب قوي ان هي تستوي على الجريل او في الطاسه، بتاخد سوى اكتر. لو عايزه تحطي قوانص ولا بد يبقى هتسلقي القوانص الاول 3 ارباع سلق. خلاص هستعملها 3 فصوص ثوم، معلقتين جنزبيل مبشور، زيت زيتون، عصير ليمونتين، معلقه دبس رمان ودي اختياري للي عايز، معلقه بهارات مشكله، رشه شطه، مكعبات بصل وفلفل الوان. ادي الجنزبيل، الثوم، الليمون، رشه شطه، دبس الرمان، بيدي مزازه وتسكيره في نفس الوقت، زيت الزيتون، وملح وفلفل وهحط ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت لازم هتسيبيها فيها شويه علشان تشرب من التتبيله دي. بصوا لو انت مستعجله ما عندكيش وقت انك انت تقعدي تشكيها في اسياخ او مالكيش مزاج، التتبيله دي حلوه قوي وبروح منزلها في الطاسه ومقلباها، بتبقى حلوه جدا وزي الفل.
ده لو انت عايزه حاجه سريعه، وبتحطي البصل ومكعبات الفلفل في الطاسه. احنا ممكن يا احمد نجيب طاسه ونعمل شويه كده وشويه كده، يعني ممكن اعمل لكم شويه كده وشويه كده علشان الناس اللي ما عندهاش خلق على الديكوريشن. بصي اهو بدخله بالطول كده عشان ما تقعش. وهحط البصل والفلفل الكبده بتستوي بسرعه، بتاخدش وقت طويل. هحط شويه زيت على الجريل، جريل سخنه، الجريل على البوتاجاز يا هشام. وبحط الكبده. اخد مين؟ مي؟ مي؟ الو؟ ايوه مي، ازيك؟ الحمد لله، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، ايه الاخبار؟ كل سنه طيبه. وطي التلفزيون. طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا قمر، وطي التلفزيون لو سمحتي. انا بحبك قوي، خلي بالك. ربنا يخليكي، حبيبه قلبي، ربنا يخليكي ليا يا رب. يخليكي يا حبيبتي. انا كنت بسعى على صينيه البشاميل. المكرونه البشاميل؟ اه. عينيا الاثنين، من عينيا حبيبه قلبي. هقولها لك اخر الحلقه من عينيا الاثنين. انا هعمل ثلاث اسياخ بس عشان الحق اعمل الباقي في الطاسه. يبقى ده لو احنا عايزين نعمل ديكوريشن حلو. لو انا ما عنديش وقت او عايزه اعمل وصفه بسرعه، اجي شويه زيت واروح حاطه البصل، شوية فلفل من الملون، وزي ما قلت لك لو عايزة تحطي قلوب أو تحطي قوانص اسلقيها الأول. هنطلع فاصل حالا. بصي هشوحه تشويحة بسيطة جدا، بعدين كده هحط بقية الكبدة على الفلفل والبصل، وبالتتبيله بتاعتها بقى هتشرب التتبيله بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي كده اهو. وهقلبها واعملها لو انا مستعجله مش عايزه اشكها في اسياخ. هروح بقى فاصل على ما تستوي معايا الكبده هنا اهو واللي في الجريل. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، ادينا بنغرف الكبده. بصوا انا الاسياخ اهي، ودي الكبده اللي عملتها من غير اسياخ، اللي عملتها على طول في الطاسه كده عشان لو حد مستعجل ومالوش مزاج يقعد يعمل. انا عارفه ان الست اللي بتشتغل بيبقى صعب قوي ان هي تقعد تعمل حاجات كده اهو، بس انا بعمل دي وبعمل دي للي يحب اهي كده. و هننضف الطبق. انا حاطه بقدونس تحتها، وادي الاثنين هحطهم قدامي هشام اهي، ولا اجيبها كده علشان تبان من الفطير اهو. اوكي، دي الكبده، اسياخ الكبده. لو انت عايزه تعمليها على السيخ او انت عايزه تعمليها في الطاسه او الجريل على طول. هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل دلوقتي الحلو بتاع النهارده، حاجه اسمها كنافه عربي. شايفين الوان الكبده ريحتها مش عايزه اقول لكم فظيعه، يعني ماليه الاستوديو. اللهم انا صايمين. هنعمل حلو حاجه اسمها كنافه عربي. هي مش كنافه خالص، ما فيهاش كنافه، بس هي اسمها كنافه عربيه. بتبقى شبه البسبوسه بس اخشن، طعمها حلو جدا. هتلاقوها بقى بتتباع في المحلات السوري والفلسطيني، بيعملوها لونها بني. القرفه بتديها لون بني كانها شوكولاته كده، بس هي مش شوكولاته خالص. طعمها حلو قوي، وحاجه مختلفه وجديده
ومقاديرها بسيطه. هي بس بيحطوا فيها عين جمل، انا بدلت عين الجمل النهارده بالفول السوداني ومش شايفه اي فرق خالص خالص في الطعم ولا باين. طعمها حلو وهتوفري كتير طبعا بين السوداني وعين الجمل. هنقول المقادير بتاعتنا وهنشتغلها مع بعض. بصي بقى، كوبايه ونص سميد، سميد البسبوسه، ونص كوبايه دقيق، كوبايه جوز هند، دي مقادير الكنافه العربي اهي موجوده قدامنا. كوبايه ونص سميد، نص كوبايه دقيق، كوبايه جوز هند، نص كوبايه سكر، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره قرفه، نص كوبايه زيت، كوبايه لبن حليب يعني، كوبايه سوداني مطحون بس يكون خشن شويه. بصي تجيبها لنا يا هشام السوداني مطحون خشن، وكوبايه ونص شربات كنافه، ده في الاخر الشربات ده بعد ما بتستوي. يبقى انا مقاديري كوبايه ونص سميد، نص كوبايه دقيق، كوبايه جوز هند، نص كوبايه سكر، معلقه كبيره بيكنج باودر اهو شايفين خشن شويه، مجروش بس مش مجروش كبير يعني ما خليهوش ناعم قوي زي الدقيق، معلقه كبيره قرفه، نص كوبايه زيت، كوبايه حليب، كوبايه سوداني مطحون، كوبايه ونص شربات كنافه. هعمل ايه؟ هجيب البوله بتاعتي وهحط فيها طبعا زي متعودين الصينيه انا حاطه لها ورقه زبده. هحط المقادير الجافه ما عدا السوداني، ادي جوز الهند والسميد و ادي نص كوبايه، ادي السكر، ادي نص كوبايه، ادي القرفه. هي لما بتستوي بتغمق اكتر يعني هتلاقيها دلوقتي مش غامقه للدرجه، لكن هتلاقيها لما تستوي اغمقت اكتر. ممكن تحط لها كمان معلقه كاكاو لو عايزه عشان تبقى غامقه قوي. هستعمل ايدي. يبقى انا حطيت كل المواد الجافه بتاعتي ما عدا السوداني، او لو انا هستعمل عين الجمل اوكي برضو هتسيبيه للاخر مش هتحطيه. هحط لها بقى بسم الله الرحمن الرحيم الحليب والزيت واقلبهم. في البسبوسه اخر حاجه بتحطيها السميد، فاكرين البسبوسه قلنا عشان تفضل مرمله بحط السميد اخر حاجه، هنا برضو نفس الفكره بس مش بحط السميد بقى، بحط السوداني عشان هو اللي بيديها الخشونه بتاعتها. فدايما الحاجه اللي انا عايزاها تبقى ظاهره بحطها في الاخر. اديني قلبتها كلها، باجي الاخر للسوداني بسم الله الرحمن الرحيم واروح حطاه اخر تقليبه اهي. زي ما قلت لك ممكن تحطي معلقه كاكاو خام لو عايزه تغمقيها قوي، بس هي بتغمق هتغمقي معاكي بسم الله الرحمن الرحيم. هحطها وبالراحه ما تضغطيش قوي يعني ما تقعديش تضغطي عشان تطلع مرمله معاكي، ما تطلعش كتله واحده بالراحه. ولما تطلع زي ما قلت لك بتسقيها بالشربات السخن، وبعدين لما بتهدى بتقطعيها وبنزوقيها. انا هزوقها النهارده او زوقتها بجوز هند، ممكن تحطي عليها اي حاجه سوداني اي حاجه انت عايزاها اهي، بس حاولي انها تبقى كلها ارتفاع واحد. وهدخلها الفرن على 180 لغايه لما تتحمر، يعني بحطها تقريبا ربع ساعه، وبعد الربع ساعه دي بشغلها الشوايه كمان علشان تستوي. هدخلها الفرن وهنطلع فاصل اهي بسم الله الرحمن الرحيم. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد. ده شكل الكنافه العربي بعد ما بتتقطع وبعد ما بتستوي.
بصي لونها بيبقى اغمق ما انت متعوده يعني، غير لما تشوفيها وهي نيه بيبقى لونها غامق كده. دي مش كنافه خالص، دي اسمها كنافه عربي بس هي مش كنافه. دي هتلاقيها في محلات الشامي، محلات الفلسطيني، المحلات السوري، بيبيعوها طعمها حلو جدا وبسيطه وسهله جدا ما فيهاش اي حاجه، ولو عملتيها هتلاقيها ما بتكلفش حاجه. انا بدلت عين الجمل بالسوداني، مفيش فرق خالص، جربيها وهتلاقي الكيلو اللي بيتباع بالشيء الفلاني هتلاقيه ما كلفكيش حاجه زي الناس. عملنا ايه النهارده؟ عملنا بوله اللحم المفروم، الحشوه بتاعتي كوبايه لحمه معصجه، فلفلايه حمراء مكعبات، بصلايه متقطعه خشن، معلقتين كزبره خضراء، معلقه صلصه، فصين ثوم، نص كوبايه بسله وجزر، العجينه بتاعتي كوبايتين دقيق بيضايه، معلقه سكر، 3 معالق زيت، معلقه زبده، معلقه ونص صغيرين خميره فوريه، ميه دافيه للعجن، وشويه سمسم للوش. عملنا اسياخ كبده الفراخ، مش شرط تعمليها سياخ، انت ممكن تعمليها في الطاسه، تشوحي الفلفل الملون الاول والبصل، وبعدين تحطي الكبده بالتتبيله بتاعتها عليها. المقادير ايه؟ نص كيلو كبده فراخ متنضفه كويس جدا طبعا، 3 فصوص ثوم، معلقتين جنزبيل مبشور، زيت زيتون، شويه زيت زيتون يعني معلقه او اتنين، عصير ليمونه، ليمونه كبيره او ليمونتين صغننين، الليمون الايام جاست ابتدى يصغر قوي، معلقه دبس رمان ودي اختياري، معلقه بهارات مشكله، رشه شطه، مكعبات بصل وفلفل الوان. الكنافه العربي المقادير بتاعتها: كوبايه ونص سميد، نص كوبايه دقيق، كوبايه جوز هند، نص كوبايه سكر، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره قرفه، نص كوبايه زيت، كوبايه حليب، كوبايه سوداني مطحون، الاصل ان هو عين جمل بس انا مبدلاه بسوداني، وكوبايه ونص شربات كنافه بحطها عليه في الاخر لما بتطلع. الطلب مننا المكرونه البشاميل، والطلب في الفاصل الكبسه. الكبسه المقادير بتاعتها عباره عن كيلو ونص لحمه ضاني متقطعه قطع متوسطه، 3 بصلات متقطعه مكعبات، عضوين قرفه، 4 حبات من القرنفل، 5 حبات حبهان مكسرها بالسكينه، احنا دايما حبهان اتعودنا ان انا ببوز السكينه اروح فاتحاها علشان اطلع الفليفر والنكهه بتاعتها. خلاص، نص معلقه صغيره فلفل اسود وحبتين من الليمون الاسود اللي هو اللومي. دي البهارات الكامله. هاجي بقى لبقيه الكبسه: 3 كوبايات رز بسمتي، 4 بصلات متقطعه مكعبات، ربع كوبايه زيت حوالي 60 مللي زيت يعني، معلقه صغيره ليمون اسود مطحون، نص معلقه كمون مطحون، معلقه حبهان مطحون، نص معلقه قرفه مطحونه، ربع معلقه كركم، نص كوبايه زبيب، ومعلقه صغيره صلصه. بعمل ايه؟ مجموعه البهارات في الاول اللي هي الكامله بشوحها مع اللحمه كويس جدا في معلقه سمنه تتحمر كويس قوي، وبعد كده بروح ضايفه لها ميه واخليها على نار متوسطه لغايه لما اللحمه تستوي. بنقع الرز في ميه دافيه ساعتين، خلاص الرز البسمتي بتاع الكبسه بيتنقع ساعتين. في الساعتين دول بغير الميه مره، يعني الاول بحطه في ميه، بعد ساعه بروح مغيره الميه وحاطه ميه دافيه ثانيه، يبقى ميه دافيه بنقع فيها الرز. اجي اقطع بقى البصلات مكعبات صغيره، احط لهم الزيت والليمون الاسود المطحون والكمون، كل البهارات المطحونه احطهم بقى على البصل، ومعاهم الكركم واحركهم كويس جدا، افضل اقلي فيهم لغايه ما يتحمروا كويس. خلاص لغايه ما يستوي البصل تماما، اضيف له الزبيب تقليبه واحده واطفي على النار. هحط الصلصه بعد ما اللحمه تستوي، احط عليها الصلصه بتاعتها ورشه تانية من الكركم، واحط اللحمه تحت الشوايه. خلاص انا مش عايزاها تاني، مش هحط الكبسه عليها. في ناس بتحط الرز فوق اللحمه بالمرقه بتاعته، انا بحب احمر اللحمه لوحدها بره، فبطلع اللحمه بنشيلها من الصوص ووسط الرز مكانها، وبحط اللحمه تتحمر تحت الشوايه، وبحط مكانها الرز وبوطي عليه لغايه لما يستوي. بعد كده بحط الرز في الطبق وفوقيه اللحمه اللي انا حمرتها. خلاص المكرونه البشاميل، مكرونه البشاميل كيس المكرونه اللي هو 350 جرام، بيتسلق المكرونه القلم، بعصج اللحمه وبعمل البشاميل. البشاميل عباره عن كل معلقه دقيق، معلقه اكل مليانه دقيق ليها كوبايه ميه، سوري كوبايه لبن 240 مللي. انا عشان بستعمل اللبن الباودر، عشان بستعمل لبن باودر عشان كده متعوده على الميه، انا بحب المكرونه البشاميل باللبن باودر. المهم سواء لبن باودر او لبن عادي،
كل مج لبن، مش مج كبير، مج اللي هو ال 250 او 240 مللي، ليه معلقه كبيره دي. لو انا هعمل الكيس ده هعمل حوالي 5 كوبايات بشاميل، 5 معالق دقيق، بحط لها معلقتين زبده وثلاث معالق زيت، وبشوحها على النار لغايه لما يعمل فوم رغاوي كده ولونه يبقى عاجي، يبقى لونه بيج شويه، مش يتحرق معاكي. ريحه الدقيق هتطلع ان هو استوى، وفي نفس الوقت هيعمل لي زي فوم رغوه كده، ده معناه الدقيق استوى خلاص، وهحط عليه اللبن. هزود له اللبن واحط له الملح واقلبه كويس جدا بالمضرب السلك، مضرب السلك علشان يفك، ما يعمليش كلاكيع. اللبن ما يكونش سخن والمضرب السلك، دول اهم حاجتين عشان البشاميل يطلع معايا ناعم، ما يبقاش البشاميل مكلكع، عشان في ناس بيكلكع معاها البشاميل. خلاص عملنا البشاميل، غلي معايا بعد ما حطيت اللبن على الدقيق وضربته بالمضرب السلك، غلي معايا. هجيب البشاميل هحط نصه في قعر الصينيه، عليه نص المكرونه، بعد كده اللحمه المعصجه، بعد كده بقيه المكرونه، وعليها بقيه البشاميل. بتخش الفرن حوالي ساعه وربع لغايه لما تستوي كويس جدا، مش زي المكرونه الثانيه اللي هي اللي بيبقى فيها صلصه ومجرد البشاميل يغلي بشيلها، لا دي بسيبها ساعه وربع في الفرن على اوطى رف، مش على الصاجه بس على اوطى رف، تغلي كويس جدا والشاي يتحمر. في ناس بتحط بيض، ممكن تحطي بيضاية على الوش، انا ما بحبش البيض بصراحه فيها، وبتطلع حلوه وزي الفل. معانا وقت يا هشام. طيب انا عايزه اتكلم حاجه بقى في الكبده. في ناس ما بتغسلش الكبده، سواء كبده الفراخ او الكبده العاديه، وبصراحه ما تزعليوش مني، ده جهل. يعني ايه ما اغسلش الكبده ويبقى فيها دمها علشان الفايده ما تروحش منها؟ مفيش حاجه كده خالص، مفيش حاجه كده خالص. ده مش عايزه اقول تخلف، بس ما ينفعش. الفايده والغذاء في الكبده في الانسجه بتاعت الكبده نفسها، الدم اللي عليها ده مش حاجه فايده، لازم تتغسل، كل اللحوم لازم تتغسل. الحاجه الوحيده اللي ما بغسلهاش هي اللحمه المفرومه، علشان كده انا بحب افرمها عندي في البيت عشان اغسلها قبل ما افرمها، وعشان ابقى ضامنه المفرمه بتاعتي. بصراحه ما حدش بيضمن مفرمه الجزار، بس الكبده لازم تغسليها، ما ينفعش. ده بالعكس، ده الكبده دي بيبقى فيها كتل من الدم جواها، لازم تتشال. ما ينفعش يا جماعه اقول الكبده فايدتها بتروح لو انا ما غسلتها، لا، لازم تغسلي الكبده وتتغسل بليمون. الخل بيخليها تشد شويه، عشان كده انا بحب اغسلها بليمون وممكن شويه ملح ودقيق، وتدعكيها كويس جدا لغايه لما تتاكدي ان ما فيهاش اي تكتلات دم، سواء كبده الفراخ او الكبده العاديه بتاعت الخروف بتاعت البقره، لازم تتغسل ولازم تطلع منها كتل الدم دي. دي مش فايده، ده دم مجمد. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، لينا ان شاء الله بكره حلقه جديده تكون وصفات حلوه، شكلها حلو وطعمها حلو زي ما اتفقنا، وبحاول قدر الامكان ان انا اعمل لكم وصفات اقتصاديه، عشان انا عارفه ان الحال الايام دي مش كويس للناس، اغلب الناس، بس نعدي ان شاء الله الفتره دي على خير باذن الله، ومصر تعديها على خير. اشوفكم بكره على خير.